خلصنا توجيه، لفينا ودرنا وعبينا التخصصات وطلعت القبولات، ومن بين كل هالتخصصات طلع لي بالجامعة الأردنية، وهون كانت الفرحة. بس ما كملت، لما عرفت إنه كلية الزراعة كانت من نصيبي حكيت الحمد لله على الجامعة. حاولت أرضى بالمقسوم وأقنع حالي لأنبسط، ومشيت بأول خطوة، وهون كانت بداية الطريق. كلية الزراعة غير شكل، طلاب من كل الأشكال والألوان، مشاكل بالسنتر وناس قاعدين على الدرج ما بيخلوا حدا يمر. كون إنه الناس مش مقدرة علمنا إشي أبداً مش سهل، ونظرة الناس لإلنا من الأشياء يلي وقفتني كتير ويلي خلتني أحس إنه هالكلية أقرب للموت البطيء. حتى نظرة الشفقة يلي بترافقهم بعد ما يسألوني شو تخصصك كانت السبب بإنها تأثر بأغلب الطلاب سلباً، وهون خلق قدام كل واحد فينا خيارين: الأول بإنه يضعف ويفقد ثقته بنفسه ويتراجع عن دخوله لهالكلية، وبتراجعه هاد بيكون سمح للناس بإنها تلون حياته بألوانها. أما الخيار الثاني إنه يوقف ويصرخ لا بكفي لهون وبس. قررت أكون مثال للإبداع وأثبت للجميع حقيقة هالكلية وجمالها بتخصصي، وما اكتفيت بإني أكمل المسيرة لحالي. منشان هيك كنت أنا وإنت وإنتي سند لبعض لنبني حضارة نوعية، ونكون النور يلي فقدناه بأول طريقنا من الزراعة يلي هي أساس المهن، أساس الحياة وأساس كل حدا فينا، لأنها هي يلي خلت هالكون أخضر، ولأنه بكفينا فخر إنه نبينا صلى الله عليه وسلم وصانا بحديثه وقال: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليفعل. قررنا نكمل الطريق ونرتقي بعلمنا، وإن نوصل الفكرة ونغرسها، فكرة إنه إحنا يلي بنعطي هالحياة ألوانها. والحميات بيهتم هذا التخصص بدراسة التغذية البشرية والأيض والحميات الغذائية، التغذية العلاجية والتغذية للأمراض المزمنة. برضو إحنا بندرس عن علم وظائف الأغذية وعلم الأحياء الدقيقة. هلأ أخصائي التغذية بيكون كبني آدم أنه بيكون جزء من فريق عمل متخصص كامل في المستشفيات أو المؤسسات الحكومية التابعة للأغذية وصحتها وسلامتها. هلأ فرص العمل لأخصائي التغذية، ممكن أول شيء أنه يكون أخصائي تغذية في مستشفى متخصص أو مركز متخصص للتغذية أو في المراكز اللياقة. ثاني شيء أنه بيقدر يمتهن مهنة التدريس والتعليم والتثقيف التغذوي. قسم الأراضي والمياه والبيئة بيشمل عندنا ثلاث مجالات بيدرس الطالب فيها تكامل هاي المجالات مع بعضها البعض. بيتم فيها إعداد الطالب لمعرفة استعمالات الأراضي المختلفة وتقييم الأراضي الغير صالحة للزراعة وإعادة استعمالها، وأيضا معرفة أنواع التربة المختلفة وفحص عينات التربة. يتم أيضا إعداد الطالب لمعرفة تلوث المياه وإعادة معالجتها وأيضا استخدامها للأغراض الزراعية. بيتم إعداد الطالب أيضا لربط هاي المجالات مع بعضها البعض بحيث إنه نجيب التربة من مكان والمياه من مكان، ومعرفة مدى كفاءة التربة والمي والمكونات الموجودة معها وتأثيرها على البيئة الخارجية. مجالات العمل بيشتغل طبعا خريج قسم الأراضي في الوزارات المختلفة مثل وزارة الزراعة، وزارة المياه والري. بيتم برضو في الشركات الخاصة مثل شركات الأسمدة وشركات شبكات الري وتصميمها وتركيبها، الجمعية الملكية لحماية البيئة والمؤسسات البيئية المختلفة. قسم الوقاية بيهتم بدراسة الأمراض النباتية والمسببات المرضية وكيفية الوقاية منها ومكافحتها. وطبعاً مواد التخصص تنقسم لقسمين: قسم بيهتم بدراسة الحشرات وقسم بيهتم بدراسة الأمراض. دراسة الحشرات أنا بدرس بيئة الحشرات، بعرف أنواع الحشرات عشان أعرف أنا مين يعني شو اللي بيهاجم محصولي. وبالنسبة للأمراض بدرس الأمراض عشان أعرف إيش اللي سبب هذا المرض، هل هو فطر عشان أعرف أعالجه، أو هل هو بكتيريا أو هي فيروسات أو أشياء تانية.
علم تكنولوجيا الغذاء، تخصص بيهتم بدراسة الغذاء، طرق حفظه، خطوات تصنيعه، صحته وسلامته، جودته، كيمياء الأغذية، الأحياء الدقيقة اللي لها علاقة في الأغذية. بندرس عن كيف نخلي الغذاء قابل للاستهلاك البشري، ما يحدث تسممات نتيجة استهلاكه، سواء كان من درجات حرارة من حفظه عن طريق درجات حرارة خطأ، في أماكن خطأ، تخزينه، تعرضه للتلوث، فرص العمل. كخريج تخصص علم وتكنولوجيا الغذاء وين ممكن أشتغل؟ في إنه فرص عمل متنوعة، منها مختبرات تحليل الأغذية وسلامتها، منها المصانع، منها المطاعم، الفنادق، الأسواق التجارية العالمية اللي بتتعامل مع الأغذية كاستيراد وتصدير مثل كارفور. هلأ في المصانع، المطارات، الفنادق، شو ممكن تشتغلوا؟ ممكن نشتغل كمهندسين ضبط جودة للأغذية. تخصص البسمة والمحاصيل بيهتم في دراسة تكنولوجيا إنتاج البذور، بيهتم في دراسة إنتاج النباتات المثمرة، وهو تخصص شامل في المجال الزراعي. مجالات عمل التخصص في محطات البحوث الزراعية، في محطات الإرشاد الزراعي، وكمهندس زراعي في المزارع المنتجة. تخصص الاقتصاد الزراعي وإدارة الأعمال الزراعية، تخصص بيهتم بثلاث فروع وبعدين بدمجهم بتخصص واحد، بيهتم عنا بالاقتصاد وإدارة الأعمال والزراعة. تخصصنا عبارة عن 138 ساعة، بشكل عام التخصص سهل أو لطيف جدا للناس اللي بتحب الفهم والرياضيات والحل. تخصصنا مقارنة مع باقي تخصصات الزراعة من أسهل التخصصات، وميزة فيه إنه ما فيه لبات. تخصص تنسيق المواقع، تخصص زراعي وهندسي، بدرس فيه الطالب المواد الهندسية والمعمارية، وكمان بدرس فيه المواد الزراعية مثل إنتاج أزهار الزينة وأزهار القط. تخصص اللاندسكيب من أجمل التخصصات بالكلية، نقدر إنه نجمل الحدائق الداخلية والخارجية بإضافة جمالية منا. مو أي مهندس بيقدر يصمم، لازم يكون في عنا أفكار مختلفة وتصاميم مختلفة. مجالات العمل بشركات هندسية، شركات لاندسكيب، ومهنة التدريس، وكمان بأمانة عمان الكبرى. في تخصص الإنتاج الحيواني راح نهتم بدراسة ثلاث أشياء رئيسية: التحسين الوراثي للحيوانات، وصحة الحيوانات، وتغذية الحيوانات. راح ندرس ثلاث أنواع أساسية اللي هي الأغنام والأبقار والدواجن. مجالات العمل راح نشتغل في شركات الأدوية البيطرية ومصانع الألبان والأجبان والمزارع. كمان 10 سنين بشوف حالي ممكن في عيادة التغذية الخاصة أو ممكن مقدمة برنامج تغذوي عالمي إن شاء الله. بعد 10 سنين راح أكون في تركيا، موجودة في منطقة الأناضول إن شاء الله في مشروع شرق الأناضول، راح أكون مسؤولة من أكبر المسؤولين هناك. إن شاء الله أنا بشوف حالي بعد 10 سنين أكون صاحب مشروع زراعي ناجح إن شاء الله. بعد 10 سنين، بعد 10 سنين بشوف حالي إن شاء الله دكتورة في الجامعة الأردنية في كلية الزراعة. حابة يكون لي مختبر لتحليل الأغذية ودراستها وعمل أبحاث عليها. بشوف حالي بعد 10 سنين مهندس ريادي في مجال إنتاج البذور. بشوف حالي بعد 10 سنين مهندس زراعية مكملة ماستر بشتغل بشركة كبيرة لاندسكيب. كمان 10 سنين أحلم أن أكون صاحب بصمة في مجال إنتاج الحيواني. قلب النقابة المهندسين الزراعيين قدم لكم سلام. حابين نحكي لكم عن دور النقابة اتجاه طلاب كلية الزراعة. بتوفر النقابة لطلابها مجموعة من الدورات علمية وعملية، سواء كانت خلال أيام الدوام أو العطل. بتنظم سلسلة من المؤتمرات واللقاءات مع الخبراء وصناع القرار من أجل المحافظة على معدل القبول للتخصصات الزراعية بحدود 70%. تحاول توجه نظرة الطلاب إلى التخصصات الموجودة عندنا داخل الأردن وخارجها. ما بننسى أنه نتوفر 400 فرصة عمل سنوياً داخل القطاع الخاص في الأردن و100 فرصة عمل خارج الأردن. من أهم الأشياء اللي بتعملها نقابتنا إنها بتتابع قضايا المهندسين سواء كانوا في القطاع الخاص أو العام. بسم الله الرحمن الرحيم. دور المهندس الزراعي ما بتتخيلوا قديش دور مهم وأساسي وحيوي وخطير في حياة أي أمة بتنشد مستقبل زاهر وباهر. أنتوا بتهتموا بصحة الإنسان من قبل ما تنزرع البذرة في الأرض، يعني الأرض مسؤوليتكم والبذرة مسؤوليتكم، وبعد ما تطلع وتنتج بده يكون أكل المواطن مسؤوليتكم. مسؤولية كبيرة كثير كثير عليكم، وهذا تخصص من أجمل ومن أهم التخصصات الموجودة في الحياة كما يقال. ويا مهندسين في قادم الأيام لما تصيروا مهندسين زراعيين بعد ما تتخرجوا إن شاء الله، في نقابة اسمها نقابة المهندسين الزراعيين بتجوا عليها بيتكم،
وجزء مهم جدا من عملها هي بذل جهود كبيرة جدا في تدريبكم وتأهيلكم وتقليل الفجوة بين متطلبات سوق العمل وبين يعني المساقات التعليمية البحتة، وفتح آفاق عمل وإعطاء دورات وفتح مجال للتدريب، التدريب في شركات مميزة بحيث يتسلح المهندس الزراعي إن شاء الله في قادم الأيام بتكونوا باش مهندس وباش مهندسة، وبالتالي بتحملوا لقب كثير راح يكون عزيز وتعتزوا وتفتخروا فيه لقادم الأيام. والنقابة مظلة كبيرة لرعايتكم والاهتمام بكم، وأكيد يعني راح تسمع عن النقابة في قادم الأيام الشيء الكثير واللي بسر، وإحنا راح نكون مسؤولين فيكم. الشباب اللي في كلية الزراعة إحنا بالنسبة لنا في كلية كثير عزيزة وغالية، ولما كنا نهتف في المباريات كان أيامنا في دوري كرة قدم، دوري سلة، دوري تنس طاولة، كنا دائما نشجع ونحكي بالكريك بالكريك راح نهجم عليك وبالكريك. في مطبطات كثيرة أهمها نظرة الناس للزراعة، النظرة المتخلفة للأسف للزراعة، لكن بأكد لكم أنه واقع الحال ومستقبل الأيام راح تكون الزراعة رقم واحد في كل المسابقات وفي كل الأعمال وفي كل الكليات وبين كل الكليات. لا تنتبهوا لهذه الإشاعات، سنفور زراعة خير من 10 عصافير على الشجرة، ولا تهتموا إلا لدراستكم وإلا للعلم. مطبطات في العمل العام أيضا نظرة الناس لا زالت قاصرة بأهمية الزراعة في حياة الأمم، لا خير في أمة لا تأكل مما تزرع. أنتوا بدكم تمثلوا هذا الدور إنه لا في خير في الأمة اللي بتزرع وبتأكل من زرعها، وبالتالي إحنا عنصر جدا مهم في هذا الجانب. وفي العمل النقابي مطبطات كثيرة جدا قد يكون أهمها الآن لأن النقابة مميزة ومتصدرة للمشهد في مجالات عديدة وكثيرة، قد يكون الحسد بعض الناس مش حابين يكون لنا نقابة قوية ومميزة ومناخذ لقب مهندس زراعي، وخاصة إذا عرفتوا أنتوا أنه لقب المهندس الزراعي بتعطيه النقابة وليس الشهادة العلمية. فبالتالي تجاوزنا كل هذه العقبات، والآن إحنا من المؤسسات التي تستطيع أن ترفعوا رأسكم فيها وتعتزوا فيها، من المؤسسات القليلة في البلد التي يشار إليها بالبلد. نحن دوتي الحياة الوناها.